بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل الحصة الرابعة من الدرس الثاني من مقرر ميكانيكا المواقع 2 Internal and Compressible Viscous Flow. قلت هذه هي الحصة الرابعة، ليس من هذا الدرس، ولكن هي الحصة الرابعة من دراسة Internal and Compressible Viscous Flow أو قوة flow أو سريان المائع ما بين two cylinders. كنا قد درسنا الأمر هذا في ثلاث حصص الماضية، وقلنا إنه هنا في two cylinders اللي برا لا يتحرك واللي جوا يتحرك، فإذا ينتج عنه تحرك المائع، وعرضنا طرق أو خطوات إيجاد الحل. وصلنا إنه UR وUZ تساوي صفر، will U phi depends only on R. وصلنا في الحصة الماضية إلى إيش؟ إلى المعادلة رقم 12 والمعادلة رقم 9 في الحصة قبل الماضية، وأوجدنا هنا إنه طريقة حل المسألة هي بداية بحل الكويشن رقم 12 لإيجاد U phi، ثم استعمال المعادلة أو قيمة اليو فاي هنا عشان نستخرج قيمة البرشر. فرح نبدأ هنا الحل. أول شيء integration of equation 12، نحن نلقى إنه يو فاي is equal constant في الR مع another constant C2 على R. لإيجاد constant C1 and C2 يلزمني إيش؟ يلزمني نستعمل boundary condition، واللي هي تقول لي إنه U phi في الـ R تساوي A، يعني في المكان هذا اللي هو حركة الـ inner cylinder سرعته تساوي إيش؟ A gamma. فإذا الـ U phi تساوي A gamma، وفي الـ R تساوي B، يعني في النقطة هذه أو في المكان هذا نلقى إنه U phi تساوي صفر. ليش؟ لأنه قلنا الـ outer cylinder لا يتحرك أو ثابت. تباعاً واستعمال المعادلتين هذم في البالانس أو في المعادلة رقم 13، رح نلقى إنه constant C1 تكتب بهذه الطريقة باستعمال A gamma and B، والكنستن C2 تساوي هذه الموجود على اليمين باستعمال A والB والجاما. فإذا باستعمال المعادلة رقم 13 يمكن كتابتها باستعمال كنستن C1 and C2 في المعادلة هذه، نلقى إنه U phi تكتب على هذه الطريقة، وراح نسمي هذا المعادلة رقم 14. اللاحظ هنا إنه U phi depends on B A gamma وتتأثر بتأثر إيش؟ بتأثر الـ R. قبل ما نمر هنا أود طرح سؤال سهل، هل باستعمال المعادلة هذه يمكن إيجاد إنه السرعة في المكان هذا مثلا أكبر من المكان هذا أو أقل؟ هل المعادلة هذه تعطيني هذه القيمة؟ مع العلم إنه هنا قلنا السرعة تساوي صفر، وهنا السرعة هي ماكسيموم، فأكيد السرعة في المكان هذا أكثر من المكان هذا، لكن هل هذا ينطبق على المعادلة رقم 13؟ فقط أشروا عليها كده، شيكوا عليها وشوفوا هل هذا الكلام صحيح أو لا. بعد ما كتبنا المعادلة رقم 14، راح نستعمل زي ما استعملنا في الكارتيزيان coordinates non-dimensional variables، يعني راح نستعمل variables الأولى اللي هي تساوي U phi على A gamma، والvariable الثانية اللي هي تساوي R على A. فإذا المعادلة رقم 14 راح نكتبوها بإيش؟ باستعمال two new parameters راح تساوي parameter أو البالانس هذه، وراح نسميها هنا المعادلة رقم 15. طيب
هل المعادلة هذه صالحة دائما وأبدا أو أنه في هنا خلل؟ فهذا يعني إيش؟ يعني هل أنه الجمة هذه لو أصبحت انفينيتي يعني كبيرة كثير، هل تصبح المعادلة هذه صح؟ نعم أو لا؟ وأيضا هل A وال B هذم عندهم تأثير لو كبروا أو أصبحوا أصغر؟ طيب هنا فقط يزمني نشير This simple circular flow exists only، يعني موجودة المعادلة هذه فقط at low rotational speed، يعني الجمة تكون إيش؟ قيمتها صغيرة of the inner cylinder. طيب لو الجمة هذه كبيرة as the rotational speed increase this simple steady flow is replaced by another steady flow، يعني المعادلة هذه تصبح في معادلة أخرى لو الجمة كبرت. في المعادلة هذه موجود إيش؟ The space between cylinder is filled with vortices، يعني إيش؟ يعني الفراغ أو المائع اللي موجود ما بين two cylinders يصبح فيه دوامات vortices. فهنا زي ما قلنا أو شفناها يعني قبل في الحصص الماضية تحدثنا على vortices وراح نشوفها إن شاء الله في الشابتر الأخيرة، تصبح هنا في دوامات وتصبح المعادلة هذه باستعمال الرياضيات صح، لكن باستعمال علم ميكانيكا الموائع 2 محدودة بسرعة ضعيفة من دوران سيلندر اللي جوا. فإذا لو زادت السرعة تصبح المعادلة هذه خاطئة أو لا يمكن استعمالها في لما يكون السرعة كبيرة للإنر سيلندر. هنا نكون خلصت الجزء المتعلق ب قوة flow أو المائع المحصور ما بين two cylinders. إن شاء الله خلال الحصص القادمة نحاول أن نسوي applications وإن شاء الله يكون هنا الشرح واضح. فقط أود تلخيص ما سويناه في هذا الشابتر، أنه سوينا سريان المائع بين two plates، فاستعملنا cartesian coordinates واستعملنا سريان المائع ما بين two cylinders أو ما يسمى قوة flow، واستعملنا هنا cylindrical coordinates. السلام عليكم ورحمة الله.